احتضنت ولاية وهران لأول مرة في تاريخها احتضنت البطولة الوطنية للجودو، والتي تأتي بعد غياب دام لثلاث سنوات بسبب فيروس كورونا. وشهدت البطولة مشاركة 575 رياضي من الذكور والإناث، سيتنافسون على 14 لقب، وسيتم اختيار عناصر منهم لتمثيل الجودو الجزائري خلال الألعاب المتوسطية، كما ستكون المنافسة تجريبية لنفس المناسبة. هذا وتم استعمال تقنية الفار في رياضة الجودو لأول مرة في وهران من أجل تسهيل مهمة الحكام. والتغطية لياسين راشي. هذه المنافسة يعني تندمج في مخطط اتحادية، لأنه لازم على المديرية الفنية والمدربين، هذه فرصة باش يختاروا أحسن العناصر اللي يمثلوا الجزائر أحسن تمثيل في المحافل الدولية، وتعرفوا أنه عن قريب في الألعاب البحر الأبيض المتوسط. والحمد لله راه كل إمكانيات متوفرة، وخاصة إمكانية الفار اللي هي أول مرة نقوم بعملية الفار هذه في وهران هنا إن شاء الله، لكثرة الله غالب خطأ يكون موفمون يكون تري رابيد، وكل كوتش يبغي الاتليت تاعه يربح. حنا شاولا نرجعوا ونولوا لتقنيه الفار اللي كيما نقولوا ونعاودوا لاول مره تندار هنا في وهران. الحمد لله اليوم رانا درنا هذه تحضيرا للالعاب البحر الابيض المتوسط، هذه التجربه هذه اليوم شغل رانا نطبقوا فيها نحضروا فيها للالعاب البحر الابيض المتوسط ان شاء الله.